دينا دي البوس، مديرة في أشهر بنك في مصر، بس البوس برضو أم وعايزة يوم ما تسيب الشغل تكون استثمرت فلوس كريم وجهنا أحسن استثمار. سألت وملقتش أحسن من شقق بورتو أكتوبر. عامر جروب هتأجر لها الشقق فهيجي لها دخل شهري يخليها مطمئنة لحد ما الولاد يكبروا، يكون تمن الشقق كبر معاهم وأصل فلوسها في عقار تمنه بيزيد. أصل شقق دي شقق فندقية على أكبر بحيرة ونافورة راقصة، ده غير كرنفالات بابا بورتو وأكبر مجمع سينمات. بصراحة برافو يا بوس. انت كمان كلم 19106 واحجز شقة هناك. شقتك في بورتو أكتوبر إيجار واستثمار. ببساطة كده شقتك مشروعك.